يقول السائل: الذي يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام وتوفرت فيه شروط التكفير، هل يجوز للعامي أن يكفره أم هذا خاص بالعلماء فقط؟ طيب وانت ايش دراك أن توفرت فيه الشروط؟ لا يجوز لعوام الناس أن ينزلوا حكم الكفر على الناس، ولو فتحنا هذا الباب كل عامي سيكفر من شاء من الناس، إما هوى وإما فسقا وإما فجورا وإما وإما وإما. وإنما الذي يكفر بعد شروط وجود الشروط وانتفاء الموانع هو العالم المنزل منزلة المفتي أو المفتي أو الحاكم الذي له الحكم والقضاء أو القاضي الذي يقضي بين الناس. غير هؤلاء الثلاثة ليس لأحد أن يفتي بأن فلان كافر بعينه. طيب فعل الكفر، قول فعل الكفر، قال فلان عياذا بالله نسأل الله السلام والعافية كفر. ليش كفر؟ هذا خبر ترى، ما هو تنزيل للحكم. ليش كفر؟ قال سجد للصنم، هذا لا شك أنه كافر. طيب لما نيجي ننفذ أحكام الإسلام عليه هذا لابد من رفعه إلى القضاء. يمكن يتبين للقاضي أن هذا مجنون، أنت ما تدري. يمكن يتبين للقاضي أن هذا الرجل ما شاف الصنم أصلا مثلا. هذه قضايا لابد من البعد عنها. قضية التكفير ليس لكل أحد. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أحد الصحابة ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام، الصحابة كلهم رأوا هذا الفعل منه وسمعوا منه مقالته، ما حد قال والله أنت كافر أنت منافق إلا عمر، لأنه كان وزيرا بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقضي بالحكم والأحكام. قال دعني أضرب عنقه، يعني بمنزلة وزير الداخلية، دعني أضرب عنقه فإنه قد نافق أو فإنه منافق. ومع هذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يرضى من عمر هذا، وبين أن هناك مانع. قال ما حملك على ذلك؟ قال والله ما فعلت الذي فعلت كرها لله ورسوله أو بغضا. فبين أنه فعله مزلة من مزلات الشيطان وليس ناقضا من نواقض الإسلام.